السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، احنا النهاردة جايبين دفعة فراغ بلدي مشعر عمره يوم. وبرضو انا حابب اوضح بس حاجة بسيطة كده قبل ما نبدأ في الفيديو او نبدأ في طريقة استقبال الفراغ البلدي، وازاي نظبط المكان والتهوية والحرارة. حابب بس كده نتكلم بس دقيقتين او ثلاث دقايق بخصوص الفراخ البلدي، وبعد كده ان شاء الله هنحاول ان احنا نخش في الموضوع بطريقة مختصرة وبطريقة سهلة للجميع. اكيد الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده نوع من النوعين، هم اللي هيتفرجوا على الفيديو، لا اما في ناس بتجيب شوية فراخ بلدي وبتحطهم في البيت عندهم وبتاخد من وراهم شوية بيض ولا بيبيعوهم اخر الدورة ولا الكلام ده، والنوع التاني اللي هي ناس زي حالاتي كده عايزين يعملوا اي مشروع والعملية مش مساعدة، بياخد معلومات مني ومن غيري ومن غيري وهكذا، وفي الاخر هو ما بيطلعش قدام ولا حتى بياخد خطوة. انا كلامي موجه للاتنين، سواء انت حد بتربي في البيت وبعمل لنفسك اكتفاء وبتربي فرختين وبتستفيد معلومات، فبرضو الفيديوهات اللي احنا بنعملها او الفيديو ده ان شاء الله هيعجبك وهتلاقي فيه برضو معلومات مفيدة، احتمال انها تفيدك ان شاء الله يعني. ولو انت بقى عايز تعمل مشروع الفراخ ومش عارف تبدأ منين ومفيش امكانيات، طبعا الظروف حاليا على الجميع صعبة، ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه، بس هو الحمد لله مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها صعبة. احنا بنقول مفيش امكانيات. طيب خلينا مع بعض كده، انا جايب 25 فرخ بلدي عمر يوم، الفرخة عملت 12 جنيه، مفيش اي مشكلة. جبنا بحوالي 300 جنيه فراخ عادي، لما نجيب ب50 جنيه عليقة ب100 جنيه علف ونركنهم على جنب، ولما ربنا ييسر الحال ونبيع شوية نبقى نجيب اكتر. الموضوع هيمشي كده وما بيمشيش في يوم وليلة، ولا بيمشي في دورة واثنين وثلاثة واربعة، وطبعا في دورات هتيجي ما تكسبكش وفي دورات هتيجي تخسرك. الرك في الاخر ان انت تستفيد الخبرة، فاحنا بنوفر عليك المفيد وبنوفر عليك الوقت والتجارب. انا قاعد بعمل تجارب في حوار الفراخ البلدي والسمان والفراخ البيضة وشغل عمر يوم وشغل عمر اسبوع ومتحضن، الحمد لله افهم في المجال ده كتير، بس زي ما بنقول كده الامكانيات مش موجودة او مش مساعدة، فاحنا بنحاول كده ان احنا نعافر مع بعض وبنحاول كده ايه نشغل الدنيا منه فيه كده زي ما بيقولوا. فلو انت مفيش اي امكانيات ابدأ زي ابدأ ب10 فراخ. احنا النهاردة جايبين دورة فراخ بلدي مشعر عمر يوم 25 فرخ، كمان اسبوع ممكن تلاقوني جايب 10 فراخ، كمان اسبوعين ممكن تلاقوني جايب 15 فرخ، وبعد كده ممكن تلاقوني جايب 100. ابدأ زي ما احنا بادئين، ولو عايز تقلل عن كده ابدأ. انا بذكر العدد، او انا كل دفعة هأكد العدد بتاعها ونوريكم بس الطريقة دي في الاخر هتمشي ازاي معانا. انا عن نفسي مثلا، والطريقة اللي انا شايفها ناجحة جدا، ان انا اقعد الفرخة عندي يوم وبيعه، اقعده يومين وبيعه، اقعده 3 ايام وبيعه. كلمة ان انا بيع ديت انا كده ما بخسرش يا جماعة. انا لما اجيب الفرخ النهاردة ب12 جنيه واقعده 3 ايام وبيعه واكسب نص جنيه، ادي انا كسبت كده نص جنيه. بغض النظر بقى ان احنا هنقول يعمدوا ال20 فرخ في نص جنيه ب10 جنيه يا باشا، ما هو 10 جنيه من الفراخ البلدي و10 جنيه من السمان و5 جنيه مش عارف من فرختين بيضة ابيض ومش عارف ايه، في الاخر بتجمع. انت ما تبصش النهارده، احنا بنتكلم كمان سنه كمان سنتين، انت بتعمل مشروع بتاسسه صح، مش حوار ان انا اجيب 1000 عشان اكسب 10000 جنيه. طب ما مش هتكسب ال 10 جنيه خالص دلوقتي، ولا عمرك هتكسب ال 10 جنيه في الفرخ دلوقتي، مش هتكسب الفرخ لما يبقى عندك الخبره الكافيه ان انت ازاي توفر، ازاي تقلل في التكلفه من غير ما تاثر على تحويل الفرخ. الكلام ده كله انت ما تعرفوش، عشان كده بنقول ان الايام اللي جايه ان شاء الله فيها فيديوهات جميله، فيها افكار جميله. طبعا يا جماعه الشغل اللي قدامنا ده شغلي،
وفي قنوات بتاعتي انا بعرض عليها طريقة العمل للحاجات اللي انتوا شايفينها ديت. تعالوا يا جماعة بقى نبدأ المكان بتاعنا زي ما احنا شايفين يا جماعة. نرجع للتربية تاني، واسفين على الاطالة. طريقة استئبار الفراخ البلدي من عمر يوم زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، احنا فرشنا النشارة بتاعتنا مفيش اي مشكلة. الطبقة بتاعت النشارة المفروض مثلا اللي هي حوالي 5 سنتي، 5 سنتي 4 سنتي مفيش اي مشكلة. طبعا اللمبة اللي فوق ديت يا جماعة عشان احنا في الجو لسه مش ساقعة اوي، فدي لمبة 60 واط. طبعا لما بنجيب الفراخ بتاعتنا بنجيب محلول معالجة الجفاف، ولو مش موجود محلول معالجة الجفاف بنجيب يا جماعة شوية سكر، معلقتين سكر، 3 معالق سكر على السقاية ال2 لتر اللي قدامنا ديت. بس انا عشان عارف ان العدد اللي عندي صغير مش هيشرب السقاية ال2 متر، فانا مالي نصها بس، يعني انا مالي لتر واحد بس على معلقة سكر ولا معلقتين سكر. ده كده يا جماعة الاستقبال. طبعا بعد ما بنستقبلهم في حاجة اسمها عندنا أساسيات التحضير، ويا ريت يا جماعة الناس اللي تتفرج على الفيديو وتتفرج عليه للآخر عشان يعرفوا الحاجات ديت سهلة مش صعبة، وتبقى انت عندك دراية. أساسيات التحضير ديت اللي هي تمشي على السمان والفراخ البيضاء والفراخ البلد وكل حاجة يا جماعة، أي حاجة. هما تلات معروفين، أول 3 أيام مضاد حيوي مع ألف دال 3 ه مع دول 12 ساعة، ال12 ساعة أي نوع مضاد حيوي تاني مع ألف دال 3 ه. ألف دال ده يمشي، ده فيتامين يمشي مع الأولاني ويمشي مع التاني، فاحنا بنستخدم 2 مضاد حيوي. المضاد الأولاني اسمه فلوروكول أو فلوريد حسب ما الناس بيقولوا عليه، وفي نوع تاني اسمه كولوستين. كولوستين ده بودرة، احنا بنستخدم واحد سائل وواحد بودرة. دول اول 3 ايام يا جماعه، ده كده يبقى الموضوع سهل خالص وبسيط. بعد 3 ايام بنحط اسمها في حاجه اسمها فيتامينات واملاح معدنيه، وطبعا لما نيجي لليوم الثالث هنبقى نذكر الكلام ده. طبعا انا اسف على الاطاله، انا حبيت ان انا اوضح فكره من اللي احنا بنعمله. احنا مش جايبين 25 فرخ نعمل عليهم شويه فيديوهات والكلام الفاضي ده، احنا بنوصل فكره. 25 احنا جبناهم النهارده 3 ايام ولا 10 ايام وبعناهم، هيبقى موجود دفعتين غيرهم هنبيعهم، هيبقوا موجود 4 دفعات غيرهم وهكذا. الموضوع لسه كبير ان شاء الله، وفي الاخر باذن الله الليله ديت هترسى على قطيع من الفراخ البلدي وعلى مراحل، مش هيبقى في مرحله واحده ولا اتنين، لا ده هيبقى ممكن كل شهر على ما نقعد مثلا 10 فراخ على جنب، 5 فراخ على جنب، فرختين على جنب. بس ان شاء الله بعد السنه هيبتلاقي عندك شويه فراخ يعملوا فلوس وشويه بيض يعملوا فلوس. الواحد ما بيبصش دلوقتي او ما بيحسبش للموضوع دلوقتي. ده كده يا جماعة كان طريقة استقبال الفراخ البلدي المشعر ومعلومات عن مشروع الفراخ البلدي. أتمنى إن الفيديو يعجب حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أخوكم محمد سعيد.